أهلا بك إلى وجبات من كرافت، أفكار تجعل طعمك كل يوم ألذ. نقدم لك اليوم وصفة البروشيتا بجبنة كرافت موتزا تشيدر التي يمكن أن تقدميها كطبق مقبلات أو وجبة غداء خفيف. لتحضير الحشوة، ابدأي بتقطيع السجق، وضعيه في وعاء، ثم اقطعي الفطر قطعاً رقيقة وافرمي الفلفل الأخضر ناعماً والطماطم والزيتون ثم الثوم وأخيراً البصلة. أضيفي كل هذه المكونات في وعاء، ثم زيدي الكاتشب والمايونيز. افرمي فلفلاً حاراً ناعماً وأضيفيه مع الزعتر المجفف، ثم تبلي المزيج واخلطيه جيداً. حمسي الخبز قبل أن تضعيه على ورقة خاصة للفرن، وغطي كل شريحة بكمية سخية من الحشوة. أخرجي جبنة كرافت موتزا تشيدر من علبتها وبروشيها، ثم رشي الجبنة على وجه كل شريحة قبل أن تضعيها في فرن مسخن على حرارة 200 درجة. عندما تذوب الجبنة يصبح طبقك جاهزاً للتقديم. وصفة البروشيتا بجبنة كرافت موتزا تشيدر وغيرها الكثير متوفرة على موقعنا mealswithcraft.com. استمتعي بها.